معي من دبي دكتور معتز كوكش، الخبير في تقنية المعلومات، الخبير في مكافحة الجرائم الإلكترونية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور معتز. أنت لتحدثنا أكثر لو سمحت من وجهة نظرك في موضوع اللعبة هذه، الحوت الأزرق، وكيف انتشرت ولماذا؟ طبعا بالبدايه هي واحده من الابلكيشنز المنتشره، انا اقول هنا انه واحده من الابلكيشنز الموجوده طبعا ويقوم بتحميلها الاطفال. بالبدايه بس حاب احكي بشكل سريع عن اللعبه هذه. فيليب بوديكين هو روسي عمره 21 سنه، طبعا هو الان يقع في السجون الروسيه طبعا بتهمه التحريض على الانتحار. هو شاب روسي طبعا مثل ما انت عارف 21 سنه، قام اصلا بالفكره من 4 سنوات، يعني بهذه الفتره كان هو اصلا طفل، يعني عمره 17 سنه اول ما ابتدع هذه الفكره. وطبعا كانت الفكره بانشاء جروب لهذه اللعبه ضم 16 طالبه. الفكره طبعا فكره اللعبه هي 50 مرحله مبنيه على التحدي. بتعرف طب فكره لماذا الأرب إيه بس من مما قلت بالبداية دكتور معتز، منذ 4 سنوات اخترع هذه اللعبة، أو هي من إحدى التطبيقات كما قلت حضرتك، لماذا اليوم نتحدث عنها وعن خطرها، نتحدث عن ضحايا، ولماذا انتشرت وبقيت منتشرة؟ نتحدث حول العالم عن 150 ضحية تقريبا، ولماذا للآن هذا الانتشار؟ تفضل. طيب، هي طبعا اي ابلكيشن موجود على الانترنت اليوم، مثلا في التطبيقات متجر جوجل بلاي او حتى بالايفون، هناك اكثر من 3 ملايين ابلكيشن موجود. في بعض الابلكيشن تحصل على 1 داونلود بالشهر، في بعض الابلكيشن تحصل على الاف الداونلود. في الفكره انه انا ذكرت في البدايه انه كثير في من التطبيقات موجوده، ولكن عندما بدا هذا التطبيق الانتشار، يعني هو في البدايه انشاها على 16 طالب وبدا التطبيق عليه، اعتبرت جرائم غامضه واعتبرت جرائم غير معروفه، ولكن عندما بدا اخذ هذا التطبيق بالانتشار بشكل اوسع لفت انتباه العالم ارتفاع عدد الجرائم، وبالتالي عملوا فوكسنج على هذه اللعبه. طبعا هذه اللعبه الان هي موقوفه من كافه المتاجر الالكترونيه طبعا، ولا يمكن تحميلها، ولكن يعني قد تكون هناك في بعض البرامج التي تخترق هذه المتاجر ويقوم بتحميل الاطفال، ولكن حاليا لم تسجل اي حالات داونلود لهذه اللعبه يعني خلال ال 20 يوم الماضيه. طبعا الفكره من اللعبه مثل ما ذكرت انا هي 50 مرحله، فكره المحاكاه انه هذه اللعبه يقف خلفها شخص معين يوجه الاطفال. اللعبه لديها واجهه معينه يحبها الاطفال، خاصة الأطفال اللي لديهم عزلة طبعا عن أهليهم والأهل اللي ما بيراقبوا أطفالهم، فيصعب السيطرة عليهم بهذا التطبيق من عن طريق واجهات وعن طريق التحدي. وبتعرف الموضوع منتشر ما بين الأطفال، أنا وصلت للمرحلة الفلانية، أنا وصلت للمرحلة الفلانية، وأطفال يدعون آخرين وآخرين، وهكذا حتى بدأت الانتشار وارتفعت حالات والضحايا طبعا من هذه اللعبة. ما الذي لفت الطفل أكثر ما لفته في هذه اللعبة دكتور معتز؟ عامة الأطفال من سن 12 سنة 16 سنة يبحثوا دائما عن المجهول وعن الأسئلة التي لا يمكن الإجابة عليها. فهذا هذا هذا الأساس اللي بنيت عليه هذه اللعبة، إنه اكتشاف الأشياء الغامضة، اكتشاف الأشياء المجهولة، أنواع خاصة من التحدي. وبالمناسبة يعني حتى يعني كنت أشاهد بعض التقارير أو حتى بعض التحقيقات اللي تمت في هذه اللعبة، هو عندما يطلب من الطفل الانتحار هم يوهموه طبعا بقدرتهم على انك انت تحولت فعليا الى حوت ازرق، وانه حتى مجرد قفزك من البنايه او انه تشنق نفسك انك لن تموت، ولكن عليك بعد ان لا تموت ان تسجل وتصور نفسك لتكون انت الرابح في هذه اللعبه. فهم حتى محاوله الانتحار بيقنع الطفل انه هي صعب انك تروح تحكي لواحد مثلا ارمي نفسك من سطح البيت او ارمي نفسك على سياره او اشنق نفسك، انه بهالسهوله هي الاقناع، لكن اقناعك ان يقنعون الطفل انك انت اليوم فزت في هذه المراحل اصبحت حوتا ازرق، صعب انك تموت. فهذه هي الطريقه اللي يسيطر عليها فيها. وهذا ايضا اخت ميسون انا تكلمت يمكن في البدايه انه هي واحده من التطبيقات، هناك تطبيقات اخرى انتشرت لاشخاص طبعا يقومون بطلب كنوع من التحدي، يطلبون من الاطفال تصوير بطاقات ائتمانيه لاهاليهم، هذه حصلت من فتره وراح نسمعها بس مع اطفال طبعا هم بيستهدفوا عدد الاطفال من 12 16 سنه، انه بدون ما ينتبه لك والدك مثلا روح صورنا الكريدت كارد، انه هل تقدر انك تسرق البطاقه؟ لا اعرف يعني الى اي مدى هو طفل، عن نتحدث عن 16 سنه تقريبا، مراهقون يعني، مع انه الجيل الواعي جدا هذا الجيل، يعني الى اي درجه متقنه هذه اللعبه لكي تنطلي عليهم، صحيح؟ شوفي، هي فكرة التحدي والبحث عن الغموض هذه موجودة في كل المراهقين، يعني من سن 12 سنة لحتى سن 18 سنة أيضا، فكرة الغموض والبحث عن التحدي
والتميز عن الاخرين، هذه مزروعه في الطفل. ولكن هي احنا ما راح نلوم الاطفال ونحكي انه طب 16 سنه هو طفل واعي، ولكن اين دور الرقابه الاهليه في هذا الموضوع؟ كثير للاسف الشديد، يمكن ذكرنا حتى في عده مقابلات في قناه الان، ذكرت انه في عندنا مشكله كبيره احنا بنلاحظها صحيح. بين 12 ل 16 سنه، هي موضوع غياب الرقابه من الاهل. كثير صحيح. من الاهل بس سؤال اخير، انتهى وقتنا، مع انه دكتور معتز يعني بما انه متابع للموضوع طبعا مش ضروري تكون تعرف، بس حشري الروسي الذي اخترع هذه اللعبه من 4 سنوات اين هو؟ بما يحدث يعني نتحدث عن ضحايا، نتحدث عن 150 ضحيه. يقضي عقوبه بالسجن مثل ما ذكرت في البدايه، اسمه فيليب بوديكين، عمره 21 سنه، والان هو طبعا موقوف في احدى السجون الروسيه. أنا أشكرك جزيلا من دبي دكتور معتز كوكش، الخبير في تقنية المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية.